احد عنده زيت 400 وش 50 500 ريال 550 ريال 600 ريال 600 ريال ابيع 600 البغداديه ابارك 50 700 ريال 750 ثمن قبلها يا ولد يلا هلا 800 ريال ثمن 810 ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا متواجدين في سوق الاولين والثاني سوق ما في حيله اشهد بالله ما في حيله مع الشباب سب بالطريق اللي يذبر فيه يا حلالها مطعني بهارات غربي في سوق الأولي ما شاء الله تبارك الرحمن خلطات والدنيا يا مرحبا الله يبقيك ويطول عمرك السلام عليكم والله حيه كيف الحال شلونك الشيخ كل مكان جميل مجمل منور المكان جعل ربي يطول عمرك وياك العبوا عليه كلهم ياخذ شاهي ما شاء الله ما في حيله بس شاهين زين طيب. والله ما في حيله ما في حيله ما شاء الله تبارك والله الرحمن يستهلون والله يستاهل طيب الله وجهك الله يرجعك كيف الحال مساكم طيبين شلوني عنكم بهارات غربي في سوق الاولين خوينا اللي احنا صورناه قبل يومين عسى الله يبارك لنا وله ان شاء الله تبارك الرحمن حط لكم الرابط اللي ما يقدر يجي أبد الرابط عندك واطلب وترى العرض باقي موجود يعني العرض اللي أنتم خابرين موجود خير جميع طبعا انت معرض العطور الله يبيض وجيهكم يجمل حالكم ان حصل منا قصور فاعذرونا الله يبيض وجيهكم كل من شفناه وكل من عزم وكل من زارنا الله يجعل شبانك الجنة ولا يهينك هذا اعتبره انا معروف بموت ما سجيت منه ولا نسيته السفاير فانا وفالكم واستروا ما وجهتي مرحبا بكم سؤال ممكن يا ابو صقر دم فضلك عي احنا الضباجي فازها ما معنى هذه المقوله فسر وعطنا التفسير الصحيح ايه عيا على عيا على لا عيا على احنا الضباجي فازها ما قرت للبنت ما تقفز كذا وكذا اها يقف احنا نسميها يقفز 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 قد شفت الارنب هو يقفز ما بلغة اسمع مين بلغة لغة واحدة احنا وش نقول وش نقول؟ جفاز جفاز الرجال يكون رجال يجفز ايوه يجفز هاو ار يو ويلكم من قدام عيا على لحم الضباء جفاز
الله يجعل ابوك في الجنه. ادري ان الكلام هذا وابوي ان الكلام هذا ما جاء الا من غلا ومن محبه من اخوك، بس الله يرفع قدرك. ولكن وش ذنب موهبتي؟ الموهبه اللي يمتلكها انا وش ذنبها؟ ضروري اني ادعمها بكل ما اوتيت من طاقه، وانت ايضا تدعمها من اخوك. كيف الحين غيرت رايك؟ تفضل. مرحبا ابو صقر، كيف حالك؟ ايش رايك المنظر الجميل ذا؟ شيء في حياتي. اهم شيء انك مبسوط يا ابو صقر. اي والله رحم الله والدي، وجودك معي راحه نفسيه. ترى ما نسيناك يا ابو صقر، من العزبه موجوده. يا سلام عليك، اهم شيء هذه. اهم شيء يا ابو صقر، تعرف تسبح الله يعافيك؟ ايوه بقى انطل بنفسي مني، ما عاد لي بالحياه. انا يجيني في وبيا من وجهتي. انا ما داني البحر يا ابو صقر، عليك الله. ما حد يلومك يعني. اذا الحين محمد يعني لو نرفزني الواوي يقدر، ترى فيه الفيو مكشوف، تعال اوريك الفيو هنا مكشوف، يعني يمديك يا ابو صقر اي احد يعني الواوي مثلا تبي انطفشت منه، الفيو هنا ترى كاشف عن البوابه مفتوح، يعني تقدر. يا سلام يا حبيبي، فايز ذا بزجنا مني. في ليلة الجمعة يزفونا. لا للمزح عن فايز، هنا المكان حساس جدا والله العظيم، يعني مثل ما تشوف أي غلطة على جهنم. والله والله العظيم يا عيال، يعني هنا لا للمزح، أرجوكم ورني كان يمشي يا أب وانا خوجان. ما لا بتيدي شوي أشد عمري.